الفكرة جت من 3 سنين. نحن قعدنا نشتغلوا في المدارس سنتين غرض ان نحن نديروا سيرتش وبحث لنقاط الضعف اللي مؤثرة على الطالب ونربطوها بتخصصنا اللي هو كمبيوتر ساينس. وطلعنا بان نحن نعالج مشكلة ضعف التواصل ما بين اولياء الامور والمدارس. فجت من هنا سكول كونكت. واحدة من أهم تطلعاتنا هو تحقيق التأثير الإيجابي والفعال في التعليم من خلال توظيف التكنولوجيا فيه. سكول كونكت هو بداية للتكنولوجيا في المدارس، تم تصميمها بطريقة بسيطة إلى أن ولي الأمر والمدرسة يتعودوا على التكنولوجيا. أهم نقطة أن سكول كونكت يخلي كل الأطراف سواء ولي الأمر أو المدرسة تزين مع الطفل بحيث أنه هو يركز على نقاط الضعف ويعالجها وعلى النقاط الإيجابية وينميها. اللي يميز سكول كونكت على بقية المشاريع المشابهة له في أنه تم تطوير النظام بناء على دراسة البيئة الليبية على حسب احتياجها. بدينا في 200 طالب في فترة 3 شهور، قدرنا نوصل ل 2000 طالب بناء على النتائج الإيجابية واقتناع من أولياء الأمور والمدرسة. أكثر التحديات إن كنا نبدأ في تكنولوجيا في بيئة كانت بعيدة عن التكنولوجيا. لما ربحنا التمويل من الـ UNDP حسينا أن المسؤولية زادت أكثر، بس في نفس الوقت زاد حماسنا إن نحن نشتغلوا ونزيد ونطوروا أكثر. المواقف الحلوة كانت من أولياء الأمور، ردود فعلهم بعد استخدامها من النظام وبعد التأثير الفعال على أبنائهم كانت واحدة من أهم اللقطات اللي مش حننساها. أنا ننصح أي بنت أو أي حد عنده فكرة وتكون الفكرة فعلاً قابلة للتنفيذ إن هي تكمل بيها، لأن فعلاً البيئة الليبية محتاجة لكل الأفكار ومحتاجة لكل الخبرات.